مدخل حقوق الشهداء والمصابين والحاجات دي اساسا قديمه، يعني المحكمه كانت حاكمه بيها قبل كده من 8 شهور وما تنفذش، فانت مش جايب جديد. زي ما راح افتتح مشروع كان مفتوح قبل كده في عصر مبارك، فانت بتعمل حاجات معموله وبتنسبها لنفسك. دي بالنسبه لحقوق الشهداء والمرتبات والحاجات دي كان محكوم بيها من زمان في المحكمه. احنا ضد النائب العام لانه كان تم بالتعيين اثناء مبارك، واللي هو بيعمله ده زي مبارك، انت شلته وجبت واحد تاني برضو بالتعيين، انت بتعمل ايه؟ غير ان انت في الاخر اخر البيانات بقى بتطلع مخلي نفسك اله، بتدي لنفسك الحق ان انت تطلع اي قانون في اي وقت. وانا شايفه بقى ان الحق في القانون اللي عايز يطلعه اللي هو كان طالبه قبلها بيوم وزير الداخليه، قانون الطوارئ، مدي لنفسك ان انت تطلع قوانين وتشريعات جديده عشان تطلع قانون الطوارئ تنزله تاني، عشان وزير الداخليه عايز يطلع عشان يفض الاعتصام والضرب اللي عمال يضربه ده، ما علقش عليه، ما اتكلمش على وزاره الداخليه، ما اتكلمش على الحكومه الفاشله اللي مدفع عهده، الكفايه اللي حصل في اسيوط، كفايه بقى ضحك على الناس، وكفايه استغلال لاسم خالد، كل شويه اطلع اكذب في تصريحات بيطلعوها الاخوان على لساننا، مره يقولوا ان احنا نزلنا الاتحاديه عشان ندعم قرارات الفاشله بتاعه الرئيس، احنا عمرنا ما هننزل عند الاتحاديه، وانا لو هنزل على الاتحاديه هنزل انا وماما لوحدينا عشان اقول له في وشه انت فاشل. بس يعني لو رحت عند الاتحاديه هروح انا وماما لوحدينا، نقف كده نتصور على الباب اقول له انت فاشل، انت مش عارف تعمل حاجه، انت بتاخد الاوامر من المرشد، واحنا نازلين ضد كل ده. واي حد شايف ان الكلام اللي انا بقوله ده غلط ما ينزلش، ما ينزلش، خليه قاعد في البيت، احنا نازلين. وشايف الكلام ده فيه حاجه صح ينزل معانا يوم الثلاث عشان حقه يرجع.